أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو فيديو وصف وحدة إمارة شرق الأردن. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات الموجودة في هذه الوحدة. كونوا معي. بدأت بواكير الديمقراطية في مرحلة مبكرة من تاريخ الدولة الأردنية، سنناقش ذلك. وكما يظهر أمامكم على الشاشة، سنعرف هذه الشخصية في الدروس اللاحقة. النتاجات العامة للوحدة. سنتعرف خلال هذه الوحدة على نظام الحكم والإدارة في إمارة شرق الأردن. أيضاً نتعرف عناصر الحياة السياسية في عهد الإمارة. نستوعب المفاهيم والمصطلحات والحقائق والتعميمات الواردة في الوحدة. نعطي أسباباً لتسمية الجيش العربي بهذا الاسم، نصمم خطاً زمنياً للمراحل المهمة التي مر بها الجيش العربي في إمارة شرق الأردن، نتتبع تطور الحياة الدستورية والحزبية في عهد الإمارة، أيضاً نستنتج العلاقة بين الجيش العربي والثورة العربية الكبرى، نربط بين الثورة العربية الكبرى وقيام الدولة الأردنية، نقدر دور الأمير عبد الله بن الحسين في تأسيس إمارة شرق الأردن، نقدر دور الجيش العربي في تنمية المجتمع الأردني في عهد الإمارة، نعتز بدور الأمير عبد الله بن الحسين في تنمية الفكر الديمقراطي وتشجيعه. الفصل الأول، وكما يظهر أمامكم نشأت الإمارة الأردنية عام 21900. أولاً الأوضاع السياسية، سنناقش في هذا البند كيف كانت الأوضاع السياسية، حيث كانت الأردن تعاني من فراغ سياسي بعد الحكم الفيصلي في سوريا، فظهرت زعامات محلية، حكومة السلط، حكومة عجلون، حكومة الكرك. الأمير عبد الله بن الحسين هو بطل هذه الوحدة، حيث سنتعرف إلى شخصيته، إلى السيرة حوله. فهنا ولد الأمير عبد الله بن الحسين في مكة المكرمة عام 1882. تعلم القراءة والكتابة والقرآن الكريم ومبادئ العلوم على أيدي نخبة من الشيوخ وعلماء الدين. في عام 1893 ارتحل مع والده الشريف الحسين إلى الأستانة، حيث تابع هناك دراسته فتعلم اللغة التركية وتقلد مناصب عدة. وأيضا سنناقش الكثير من أدواره وحياته في الأردن. أثر الأدبية، المذكرات وهي سيرة ذاتية لحياة الملك عبد الله الأول. أيضا من أنا يتحدث فيه عن العرب قديمهم وحديثهم، تناول تاريخ الإسلام، الفتوحات حتى العصر العثماني، جوانب السائل عن الخيل، الأصائل يتحدث عن فصائل الخيل وأصنافها وألوانها وأنسابها وأجناسها، الأمالي السياسية وضع فيه رأي العقيدة في الشؤون العامة وتطلعات السياسية، خواطر النسيم الذي نظم في ديوان شعر تناول أغراض متعددة. استشهد الملك عبد الله الأول في المسجد الأقصى بتاريخ 21 تموز لعام 51900 للميلاد، وفي العام 73900 جمعت آثاره الأدبية في مجلد واحد تحت عنوان الآثار الكاملة للملك عبد الله، وقد ترجمت مذكراته إلى اللغة الإنجليزية. الفصل الثاني سنتناول فيه الحديث عن الحكم والإدارة في عهد الإمارة. هنا سنتناول نظام الحكم، حيث تشكلت حكومة مدنية نيابية وجعل السكان شركاء في الإدارة والحكم. سنناقش ذلك بالتفصيل حول هذا الموضوع. الفصل الثالث يتحدث عن تطور الحياة السياسية والتشريعية في عهد الإمارة. كيف كان فكرة تأسيس مجلس تشريعي في إمارة شرق الأردن تراود ذهن الأمير، وكيف بعد الاعتراف باستقلال الأردن أصدر الأمير
الإرادة الأميرية بتأليف لجنة أهلية منتخبة من زعماء البلاد. هذا هو عرض سريع لأهم المحاور والموضوعات التي تتناولها هذه الوحدة. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.